هذا السائل فضيلة الشيخ يقول ما حكم قراءة ما يسمى بحظك هذا اليوم في المجلات لمجرد القراءة والتسلية هذه شعولة والدعاء لعلم الغيب ولا يجوز ترويج هذا الشيء والواجب منع المجلات التي تنشر هذا إذا كانت تحت سيطرة المسلمين أن تمنع هذا لأنه من التنجيم ومن الشعولة ومن ادعاء علم الغيب فهو محرم ومخل بالعقيدة